السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم هنا من قناة كل شيء في منزلي. اليوم راح نوريكم كيفاش يكسر من بتة المنشار. كاين بزاف يعني قالوا لي كيفاش نديرو. هي نورمالمون نبداو مشهر هذا، قلنا جانفي فيفري مارس نبداو الاكسار منه ان شاء الله بربي. نبداو كاع النبتات اللي وريتهم لكم في الفيديو، درنا التعريف عليهم، دوك نبداو ان شاء الله نبداو الاكسار منه. جاي يعني هذه لمحبي النباتات وباش يخدموا على روحهم. كاين احبابي يعني اخواني وحباباتي بزاف راهم يسقسوني، دوك نوريكم كيفاش نكثر. هي انا ديجا راني درت اكثر، بقات لي غير هذه، بصح فيها شجره غير صغيره، بصح معليش انا ندير لكم بها لي فيديو باش تطلع. في الاول كاع بحاجة نديرو هكذا باش تجينا التربة سهلة، باسكو أنا التربة تاعي راهي يعني صنعتها هكا تجي طرية. دوك نجبد باسكو راني حارستها، نجبد باش تخرج غير بشوية باش منكسروش النبتة هذيك هكذا، منخلوش البيدون واقف، لا هكذا نبداو نحو فيه باش يتنحى كامل من العروق. هاك كي نكونو حافرين مليح ما خافوش العروق باش ما يدخلوش. كيما هذي هذي نعاودو نغرسوها ما نرميوهاش. دوك نكملو نوريكم كيفاه من بعد. هاي السجرة شو حتى شو العروق تاعها، شو المحبات هذو هما اللي يخلوها تنجح 100%. هكا باش اكسر منها ها ونحطوها هكا غير صغير ونحطوها. دوك هذه هي من الربيع تكون كبرت ولات كيما هذه، وتزيد تخرج ثاني. بصح لي يبيع، انا نقول لكم نصيحه يعني اللي يحب باش يولي يبيع ما يبيعهمش هما عندها ولادها هكذا، لا يبيع وحده هكذا ذمك. هذه دوك انايا يعني نعاود هذه نديرها في بو باش هذا قلنا ما نرميوش، نغرسوه ثانيه في بو واحد اخر خاطرش او بالعروق تاعو راهو مليح باش يزيد يخرج لكم. وهذه نعاود نرجعها في ترابها ثاني، وتزيد ثاني تقيس منا الربيع تزيد بصح. ومن بعد كي تقيس كيما هادو نقلوهم باش تبيعو غير يعني ولادها خلوهم عندكم باش تزيدو مرة أخرى تزيد تكبر ودير لكم. باسكو كان تبيعوهم بهذا ولا هذا وهكا يعني ما أصلا ماكمش رابحين في لافيغ، ثاني تولو خاسرين 100%. علاه؟ يولي ما عندكمش تعاودو تروحو تجيبو ثاني تروحو تشروها تستناوها حتى العام الجاي باش دير لكم. لا دوك اللي عنده تخرج كيما هذو يقلعهم، وهذه يقدر يبيعها يعني ما كاين ناس يحبوه يشروه زعما نسا يدوه بزاف. استنى نقص التربة نحفرولها باش تدخل مليح، واللي عنده التربة تاعو يابسة لازم يحرسها يعني الاخر يقلبها كامل باش العروق ما يقعدوش غير من الفوق. لا نرجعو لها التربة تاعها باش ندلقوها كامل ان شاء الله تكونوا غير فهمتوا. اللي ما فهمش يعلق ويقول لي بلي ما فهمتش، ونعاود ان شاء الله نفهمه مليح نعاود، خاطرش انا قلت لكم بلي عندي جا انا هادو نجيبهم للدار باش نديرهم، انا نجيبهم للدار في الخدمه صاي كملت زعما نقلت كل شيء، راك بقى لي غير هذا انا جبته لكم. دوك هذا شان نغرسهم هنا مع هذا، دوك نخلوهم غير هكا ونزيدوا عليهم الطرب. هذا نطبعوه ها هكذا، ومن بعد
وهذوك راهم مدرقين دوك يخرجوا. هذه ثاني دوك باش نديرو، كي رانا نقلناهم لازم ندير لهم الماء، ما تكسروا لهمش الماء في فصل الشتاء. انا في الشتاء ما تكسروش الاخر. وقلت ديجا انا قلت لكم اللي نقلتوها خرجناها الاخر، ما تخرجوهاش في بالخف البرة، خلوها سمانة تشوفوا شدت روحها، عاودوا باش تخرجوها. قلنا تحت البالكون يعني، لو كان نبتات كيما هذه ما يبغوش الجليد كما عارفين. ها شربتها غير شوية هكذا. وما تنساوش خواتاتي وحبابي وحباباتي يعني دعموني، قلنا باش نزيد نوريلكم اكثر واكثر. ما تنساوش الاشتراك ثاني باش يعني باش تقعد القناة دائما تمشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.